السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة معاكم المهندس اسماعيل احمد من شركة اي تكنولوجي لخدمات الكمبيوتر والانترنت. النهاردة معانا انتركم صوتي عدد سماعة وانتركم صوتي عدد سماعة وهنضيف له كمان، هنركب له المهج كمان. ادي الانتركم معانا اهو زي ما انتم شايفين اهوت، DB25. الكومكس دوت سماعة واحدة ومعاه الكاستيرا الصوتي واحد خط، فاحنا كمان ممكن نضيف سماعة كمان برضو، هوريكم ازاي الطريقة بتاعتكو. فقبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوناش في اللايك الجميل بتاعكو والسبسكرايب، تابعونا برضو. دلوقتي انا هفتح معاكو علبة الانتركم. ادي علبة الانتركم، تتكون من ادي الكاستيرة اهي زي ما انتم شايفين اهي واحد خط، الكاستيرة واحد خط، ومعاها كمان المسامير بتاعة التثبيت بتاعتها. هنا بيركب المسمارين بتوع التثبيت بتوع العدة الرئيسية. برضو العدة الرئيسية دي بتفتح الباب وبتعمل كل حاجة، برضو هوريكو كل حاجة بتتوصل ازاي. وكمان في هنا سماعة برضو، وده المنيو بتاعها برضو، ده المنيو بتاع طريقة التوصيل بتاعتها، طريقة التوصيل بتاعتها. تمام، كمان منيو اهو برضو بطريقة توصيل السماعة. وادي السماعة زي ما انتم شايفين قدامكم اهي، ادي السماعة اهي برضو، المسامير بتاعة التثبيت برضو اهي. ادي السماعة اهي واحدة، ادي السماعة اهي، وادي الكاستيرا كوماكس، وادي كمان المهج اهو. المهج الاسباني، وادي الباور سبلاي، وكمان معانا سماعة تانية برضو اهي، برضو السماعة التانية اهي، هوريكم ازاي نوصل السماعتين على الكاستيرة دي وهنشغل ازاي المهج. دلوقتي ادي السماعة قدامنا زي ما انتم شايفين اهي، هننزل دي بتاع التثبيت على الحيطة. ادي الاول مسمارين دول بيتثبتوا هنا، بيركبوا هنا في المسمارين دول، تمام زي ما انتم شايفين قدامكم. وتاني مسمارين دول اللي بيركبوا في المهج، واحد بيطلع للباور سبلاي واحد بيطلع سالب. السالب بيركب هنا، واللي بتبقى جاي من الباور سبلاي بتركب هنا. يعني بص اقول لكم برضو، يعني زي ما انتوا عارفين دي اللي الباور سبلاي ودي هتركب هنا اهو، والسالب هيركب هنا اهو. فانا دلوقتي هركب السلوك قدامكم دلوقتي وهوريكم كل حاجه قدامكم دلوقتي. فقبل برضو ما نعمل التوصيلات بتاعتنا ما تنسوناش بقى في اللايك الجميل بتاعكم والسبسكرايب. وادي كمان الادابتور 20 فولت عشان ده يدي قوه لفتح الباب. فانا برضه هوريكم برضه خطوات ازاي التوصيلات كلها دلوقتي. دلوقتي انا جبت سلك سماعات او سلك تليفون او سلك نت، كلا الحالات الاتنين هيشتغلوا. فاحنا هنعمل كوبري ما بين السماعه دي والسماعه دي، يربط ما بين دي ودي، وسلك هتوصل هنا. فاهم حاجه برضه عشان تبقوا عارفين، لازم تشغلوا الكهرباء علشان السماعه دي اللي بتوصل كهرباء للكاستيره زي ما انتوا عارفين. فانا دلوقتي هوصل السماعتين مع بعض دلوقتي. فدي السلك اهو زي ما انتوا شايفين اهو، هقشره وهربط اول طرفين في السماعة، اول سماعة
نفك الأول الفك اللزق دوت السلك دوت علشان نفرد سلك طول السماعة، تمام، عشان نبقى شغالين برضو براحتنا برضو. ودي هناك برضو عشان المشترك شارك في المشترك. ودي السماعة اهي فيها ماشية 1 2 3 4 5 6، 1 و2 دول اللي هيتوصلوا بالكاستيرا الرئيسية، و5 و6 دول هيتوصلوا بفتح الباب. ان في كذا حد برضو سألني ازاي بنفتح الباب والكلام ده كله، فانا برضو بشرح لكم كل حاجة برضو، فانا برضو هشرح لكم كل حاجة، اوريكم كل حاجة عملي برضو قدامكم، عشان برضو تبقوا عارفين الطرق بتبقى واصلة ازاي والحاجة كلها بتبقى واصلة ازاي. هفك المسمار دوت، المسمار دوت انا حابب اوريكم عملي برضو عشان تبقوا بس عارفين الطريقة ازاي. بس برضو تبقى عارفين ترتيب الالوان ماشي ازاي برضو عشان ما تتلخبطوش. يعني مثلا الاحمر في اسمه ايه ده، الاحمر مع الاحمر في رقم 1، والاسود هيبقى في رقم 2، كذلك في السماعة التانية برضو. ادي وصلت اول سماعة اهي، تمام، والباب برضو هعمله مزوج برضو عشان يفتح. ركب برضو بتاعت الباب برضو بالمرة، برضو تبقى عارفين برضو الالوان. انتوا ركبوا سلك انترنت احسن، اعملوا سلكين النت، يعني عندك ابيض بني وبني ازوجهم مع بعض، والاخضر والابيض اخضر ازوجهم برضو مع بعض، وعندك الازرق والابيض ازرق ازوجهم مع بعض، والبرتقاني والابيض البرتقاني ازوجهم مع بعض، مش هيأثر معاك في حاجة. بالعكس سلك الانترنت هيبقى اقوى معاك من سلك السماعات. بس انا بديكوا برضو تجربة من كذا حتة برضو، يعني عشان برضو تبقوا عارفين وشايفين الشغل ماشي ازاي. هفك برضو المسمارين دول، برضو تبقوا عارفين برضو الاطراف ماشية ازاي برضو عشان توصلها برضو مع الطرف التاني لو انت عايز توصل سماعة. يعني لو مش عايز برضو دي حرية شخصية ليك انت، لو عايز توصل سماعة واحدة اوكي، مش عايز برضو حرية شخصية ليك انت. دي بتفرق برضو مع العميل، كل عميل على حسب متطلباته. يعني انا العميل طالب مني سماعتين فانا وصلت سماعتين، في عميل بيطلب مني 3 سماعات فبوصله 3 سماعات، فبتفرق من العميل للعميل. هتقول لي طيب الطريقة دي بتنفع؟ اه الطريقة دي بتنفع، متقلقش منها. انا وصلت اهو سلكتين، تبقوا عارفين دي بتاعت المهج ودي بتاعت السماعة، دي بتاعت السماعة ودي بتاعت المهج، تمام تمام اوكي. هنوصلهم دلوقتي في السماعة التانية، السماعة تمام. هنعملهم كوبري زي ما انتوا عارفين عشان نوصلهم في الكاستيرة. او
حابب برضو ممكن توصل كل سماعة على الكاستيرة عادي، على حسب برضو المجموعة اللي انت عاملها. هفك برضو السلك دي برضو. فك برضو المسمارين دول زي ما انتوا عارفين، برضو دول بتوع السماعة، برضو بأكد عليكم برضو، ودول برضو بتوع الباب اللي انا بفك فيهم. احنا وصلنا الأحمر في رقم 1 والأسود في رقم 2. زي ما انتم شايفين الاسود في رقم 2 والاحمر في رقم 1، تمام. ودي هتتوصل برضو في رقم 1 و2. دي هنعمل بتاعة الباب بالمرة، نوصلها بالمرة. ادي بتاعت الباب اهي، هوصلها برضو، هعملها كوبري برضو. انا جايب للعميل لفة كات 6 علشان تبقى الجودة كويسة، برضو عشان الاطوال برضو احسن، بتفرق برضو. في انواع كتير من كات 6 كويسة، فدي برضو بتفرق برضو. جودة تقفيل الشغل برضو بتفرق معاك قدام العميل برضو، ف كل واحد برضو على حسب العميل بتاعه برضو ما بيطلب. في عميل يطلب سلك تليفون، في عميل يطلب سلك نت، على حسب. بس الاتنين عامة جودة واحدة وشغل واحد، ما بيأثروش معاكم. كده انا وصلت السماعتين اهما خلاص، دي بتاعت الباب، دي بتاعت الباب. نعلمها برضو عشان نبقى عارفين اهي، هعلمها بعقدة. دي بتاعت الباب، دي بتاعت السماعة، تمام. تمام، هنوصل بتاعة السماعة بالكاستيرة برضو.
افك برضو المسمارين دول. نوصل دلوقتي السماعات ونعمل تيست بتاعنا برضو. دلوقتي انا وصلت السماعات بالكاستيرة زي ما انتم شايفين وحارين. دلوقتي السماعتين دلوقتي بيرنوا قدامكم، وكمان اللمبة قدامكم اهي منورة اخضر، يعني دي شغالة باور. تمام، حارين. هرفع انا سماعة دلوقتي عشان اسمعكم برضو الصوت بتاعت واحدة واحدة. دي بترن، تمام، دي بترن، تمام. هنرد كده، الو، السلام عليكم، سامعني كويس كده؟ انت سامعني صح؟ تمام. دلوقتي احنا هنوصل الكالون والمهك، تمام، عشان اوريكم برضو فتح الباب. جبت انا فيشة الكهرباء اهي وهوصلها دلوقتي بالانتركم. وصلها بالباور قصدي. ادي الباور برضو، عشان برضو عايزكم بس تاخدوا بالكم من حاجة، ان هو 9 فولت وعشرين 22 فولت. 9 فولت هقول لكم برضو السلك بتاعه ايه بالظبط، عشان بس تبقوا بس عارفين برضو الدنيا ماشية ازاي، عشان برضو ما تحرقوش اي حاجة بالغلط. تمام. اول 3 دول 9 فولت، الاتنين الحمر والبيضة دول 9 فولت، والسودة والبيضة دي 22 فولت، يعني الأسود والأبيض دول 22 فولت، والاتنين الحمر والواحدة بيضة دي 9 فولت. تمام، عشان بس ما تحرقوش المهج وتبوظوا حاجة. هوصل أنا السلكة بتاعة الكهرباء دلوقتي عشان برضه أوريكوا إن أوريكوا الترانس شغال ازاي بالمهج. وانا برضو عملت فيديوهات قبل كده للانتركم، برضو هسيب لكم برضو اللينك بتاعها، برضو هيظهر معاكم في حرف الاي فوق، برضو عايزكم برضو تشوفوها برضو وتتفرجوا برضو على الفيديوهات برضو. متنسوناش برضو في اللايك الجميل بتاعكم والسبسكرايب برضو، وهظبطكم تحت امركم في اي وقت. برضو لو احتجتوا اي حاجه كلموني برضو وانا تحت امركم في اي وقت. تمام، انا كده وصلت الكهرباء بتاعت الباور. تمام، هركب دلوقتي المهج، واحدة في السالب واحدة في المهج. هتقولي ليه في السالب والمهج؟ تمام، هقولك انا دلوقتي. بص يا معلم، ادي سلكة اللي هتروح للكالون. تمام،
منها واحدة من هنا هتروح موجب للكلون، تمام؟ واحدة هتروح موجب من هنا للكلون، تمام؟ من الادابتور للكلون ده، تمام. انا هجيب سلكة برضو دلوقتي واوريكم برضو نوصلها ازاي. ادي الكلون قدامكم المهج، تمام. واحدة منهم للموجب للترانس، تمام. هنوصلها دلوقتي. هفك المسمارين دول عشان واحدة موجب واحدة سالب، تمام. فكيت انا المسمارين اهو زي ما انتوا شايفين، زي ما انتوا شايفين اهو. واحدة هتركب موجب هنا، وصلت انا واحدة بالموجب. هوصلها دلوقتي، بموجب الكلون. دي اللي جاي من المهج اهي، المهج اهو بالموجب زي ما قلنا في الاسود والابيض. ونديها شريط لحام. ودي هتوصل هنا اهو، بالطرف التاني. يعني هي نظام قفلة، نعمل نظام قفلة. فاهمين وجهة النظر ازاي؟ تمام. دلوقتي احنا وصلنا موجب وسالب، فاضل ايه تاني؟ ما عندنا كده الكالون قفل، والمهج دي اللي جايه من السماعه هوصلها بالسالب هنا. كده احنا قفلنا الدايره، كده قفلنا الدايره، يعني ما عندناش دوائر مفتوحه كده. هلحمها برضو تشريط لحام برضو. كده احنا عملنا ايه؟ طلعنا سلكتين من المهج، سلكة منهم وديناها للموجب، وسلكة منها وديناها في الطرف التاني، في الطرف التاني من السماعة، تمام. زي ما انت شايفين السماعة اهي، ده سلك السماعة، تمام. سلكة طلعت من المهج للموجب، وسلكة من السماعة وصلناها بالسالب، وسلكة ربطناها ببعض. طب تمام، نشغل الادابتور دلوقتي ونشوف الباب هيفتح معانا ولا لا. تمام، اوكي. كده انا وصلت المهج دلوقتي، تمام. هنعمل تيست مع بعض، تمام. ادي المهج اهو مقفوله قدامكم، تمام. حرن انا الجرس، كده الجرس شغال، تمام. ادي زرار فتح الباب، هدوس عليه. سمعني التكه؟ سمعني التكه بتعمل ازاي؟ سمعني التكه؟ ايه التكه؟ ايه فتح معانا، فتح معانا، فتح معانا، فتح معانا، فتح معانا، فتح معانا، تمام. كده مقفولة اهو السماعة التانية، كده فتح معانا، فتح معانا، تمام.
ادي السماعة، هنعمل تيست برضو عليها. الو الو، تمام. ادي اول سماعة، تاني سماعة اهي. الو الو، السماعتين شغالين اهم قدامنا، هندوس فتح الباب. سامعين التكة ازاي؟ هي فكرة سهلة وبسيطة يعني، وتوصيلها سهل جدا، فانا حبيت برضو اوريكم برضو طريقة التوصيل ازاي، علشان برضو تستفادوا منها، برضو ما تخلوش حد برضو يستغلكوا، برضو يقولكم مبالغ عليها في التركيب، الحاجات دي كلها. ولو استفدتوا من الفيديو برضو ما تنسوناش تعملوا لنا اللايك الجميل بتاعكم والسبسكرايب. كان معاكم النهاردة المهندس اسماعيل احمد من شركة اي تكنولوجيا لخدمات الكمبيوتر والانترنت، تحت امركم في اي وقت. السلام عليكم.